مالنا معبرين عينك ولا شايفنا مضحك احنا هون؟ لا هيك ولا هيك، يعني بس شغلتكم بسيطة. مكتوب بسيطة على البسيطة. هلا ما عم تقلي طيفور جوز امك؟ بلا. اي خلص معناته هلا بصفط عن حقه وبيطلعك من السجن. ان شاء الله الله يسمع منك. اقلوا لي هلا، انتوا اثنين شو عم تشتغلوا؟ ما عم نشتغل شيء. لك شلون ما عم نشتغل شيء؟ نحن بنشتغل كل شيء لك عمي. يعني مثل شو؟ مثل يعني بنشتغل ميكانيكية، ساتلايت بنشتغل، بنشتغل بالسرابيس، بالسيراميك، بنشتغل بكله نحن، دحابيل، البرامكة، الرزق على الله أخي. بس نحن بالأساس أنا وأخي زكي بنشتغل فنانين. لا اسمحوا لي، يعني مصدق كل هالشيء إلا إلكم فنانين. ليش عمي شو مو معميين عينك يعني؟ لا على راسي، بس يعني هاي المهنة صعبة كتير عليكم. اخي شو صعبة مو صعبة؟ انت التاني ليش انت بتعرف مواهبنا شي؟ لك يا اخي فيكم البركة، برد بقلك هالمهنة صعبة كتير عليكم، بعدين يعني عدم مؤاخذة ها شكلكم مو فنانين. لا يعني على اساس شكلك فنان يعني اذا بتنطيني شوية على العود. لا اسمح لي يا عمري، انا فنان قد الدنيا، انا فنان، انا حساس، بس شو بدي اساوي اذا كل ما بقول اوف ويا ليل بلاقي حالي بهالسجن؟ لانك بتستاهل اخي زكي. تعال اقول لك سيد، خذ لي العود وورجي مواهبك. شريف هات عندك، اعطيه على الثقيل. ها اذا ما بيبكي الحجر خذ اللي بدك اياه. هاي على اللصق. سمعنا فوت على الثقيل. هاي مسلطين خالصه، فايت مسلطين. الله ابو التلم الشبك، ليش عم تبكي؟ ما في شيء كمل انت. عليك يا طيفور، كيف طاوعك قلبك تحبس لي ابني؟ هاي غلامتي عندك؟ بس لا، الحق علي انا، كان لازم اقول له روح اسقط حقك. بس لا، الاحسن انه هو تطلع منه مو مني انا. والمستقبل رح يكون مفتوح قدامك. لك ابو الدرويش حبيبي شبك من اول الغناية وانت عم تبكي وتزعر، شو قصتك؟ طبعا بده يتأثر هو ولا غيره، هذا دليل نجاح يا استاذ، دليل نجاح. بدح حريشك انت، ما لقيت غير الغنية اللي معدتها تغنيها. بس تبع هالغنية سوفيا، هاي الغناية احلى غناية غناها عب حليم. ما بها شيء، بس هي الغنية بالذات تجرح لي مشاعري وتهيج لي اعصابي يا رجل. لا يا عمري لا، هاي الغنية بالذات بتعالج قصة ومشاعر واحاسيس انسان. لك اسكت انت، حاج ما تبيض علينا اسكت. لك هاي الغنية ما بتخص حدا قد ما بتخصني انا، لانه ما حدا معذب بحياته قد مني. اقصى عليك يا زكي، اقصى عليك، لك بتهون دموعي اللي نزلت مثل مزاريب الشتاء في البارد. لا يا عمري لا لا، لو لم تتسرب الدموع من عينيك لا سقط ذلك الفنان والنجاح لم يكن حليفا. يلا عبيط علينا كمان اخي انت تاني، اصلا انت من اول ما فتح السجن لهون ما بات لسانك حلقك. الله يسامحك، انت ما عجبك شكلي بس ما بتعرف مضموني شو هو. شو يا صوتكم طالع لبرا؟ وليش لهلا ما كنتم نايمين؟ معك حق سيدي، هو زكي ما عم يخلينا ننام. لا بالتراويش ولا بالتراويش،
انا اللي بعد خليك تنام. ايه انت شو انت قاعد بمسرح ولا بملها لسه ماسك لي العود وعم تطنطن وتغني؟ هون سجن، لازم تكون بكامل الانضباطيه والالتزام، فهمت؟ سيدي كمان في هذا الفنان هون صار عنا بشكله مضمون، ولسه بيقول لي شكلي مضموني، شكل لي رقبتي من اول ما شفته. شوفوا لا انت وياه يلي بده يطالع صوته بدي حطه بالمنفرده ولعبجه شكلا على مضمونها. ايه انت انا؟ ايه انت؟ نعم سيدي. اذا حدا حكى او غنى بتخبرني. حاضر سيدي. سمعتوا شو قال الشرطي؟ ما بدي حدا يخالفني بشيء، قلت له شو عارف بخليك تنزل لتحت لشوف، هون على مستوى نظري ما بدي اشوف حدا. بس شاطر تغني لي راحوا الخوالي يا دنيا، روحت النوم من عيوننا. وانت الثاني بس شاطر تحكي ولسانك ما فات لحلقك طول الوقت، شرف احكي لشوف ليش سكتت ولسانك ما عاد حكى، تفضل احكي. اسمح لي اقول لك انك انت مجرم، انت عم تقتل فن جوات الانسان هذا، وهي جريمه سيحاسبك عليها التاريخ. يا صار انت جلدك عم يحكك بدك تفوت على المنفرده. يا سيدي شوي سيدي تفضل. اللي بدك يا بصير، خلص اللي بدك يا بصير، اللي بدك يا اوعى كون ها، ما حدا يخالفني ولا بكلمه، كل كلمه بدي احكيها هي امر، فهمتوا؟ حاضر. يلا لشوف خلال 3 دقائق بدي اشوفكم نايمين. لوين 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 لوين؟ مو عاد تخوت حبيباتي، انزلوا هذا كان من زمان تخوت، هلا بتبردوا بطانيه بالارض تناموا كل واحد على سيفه. يلا لشوف مكسوع على الارض انت على سيفه. يلا ما تناقش لك انا بنموت من بردنا على الارض. لا تناقش ذكي، خلال 3 دقائق بدي اشوفكم نايمين. يلا لشوف انتوا ما بتشوفوا بالكلمه الحلوه، ما بتشوفوا غير بالعصايه. بدي اطمن عليكم ناموا. يا ربي شو طلع الضو؟ شلون هيك صار معانا؟ زكي ناولي مري المي هات عليكم. شو هاد كسرنا تكسير. شو هالنومه بالطحبش؟ لك زكي رد علي، هدول ما بيجوا غير دعوهم خطرة يا بلادي. والكلام للجميع، انا من اليوم ورايح انا المعلم هون وكلمتي ما بتنزل الارض، فهمت؟ خلاص مثل ما بدك انت المعلم، فهمنا؟ سيك من ايدي سيك. شوفوا لا انت وياه يا ويله يلي بتفلحص معي، فهمتوا؟ انا حكي طالع نازل ما بدي لف ودوران ما بدي، بحكي الكلمه تتنفس فورا، فهمتوا؟ قوموا لا زكي قوم وين على حيلك، تعال عندي لهون روزاوي لي بريش هاي على السريع، روح لا تناقش. حاضر. وانت ولا انت لساتك قاعد؟ لا لا بعد لا بسرعة احكي لساتك قاعد؟ قوم تشتغل. لك يا عمي انا فنان، انا حساس حبيبي، شان شو بيشتغل؟ لا تحكي ولا كلمة، من امبارح لليوم لسانك ما فات لحلقة، بتروح بتلاقي لك شي مقشر بتنطف لي القاوي وشغل على السريع. بس لا تناقش، روح اشتغل، روح. وانت ويا ولا قوم على حيلك، قوم وقف، قوم رتبوا لي هالسرة لشو؟ يلا لشوف بدي كل سرير يصير مثل كبريتي. يلا شيل البطانية من هون لشوف. لك يلي ما بربى بيته ما بيربي قاوش، فهمتوا؟ كلام الحلو ما بينفع معكم، بدكم عصاية انتوا. بعد هيك بعد. يلا سليم حرك لي حالك شوي، يلا خلصني. بلا ما هيص عجب ما هيص. وانت ويانا كل واحد بشغله، بدي امشي على هاي القاوش مثل الفلة، انا واصل مشوار لعند اخي زكي لهون ورجعان. يا حويت الفن. ولا زكي؟ لا انت شو قصتك؟ بالبيت بخيل، بالشغل بخيل، وهي بالسجن بخيل، حط سكر. حاضر. بدي الشاي يطلع اترك عجب 100% والا برجعك فيه، هي عم اقول لك. ماله كتر لك. اسكت واشتغل. والحل امي، الحل؟ يعني هذا الوضع ما عاد ينسكت عليه، اكيد صاير معهم شيء هدول. طيب لك امي شو طالع بايدي اعمل؟ والله ماني عرفانه، الليل كله ما نمتوا انا. طيب شو فينا المعلم طيفور؟ بركي بيعرف عنهم شيء. ليش انا حسنانه اشوف المعلم طيفور؟ تكسرت رجلي وانا رايحه وجايه رايحه وجايه على الورشه وما كنت لاقي حدا، الورشه مسكره. طيب شو رايك ندور عليهم بالمستشفيات؟ لك بنتي لو كان لي ضايع واحد وحده فيها وما فيها،
معقول نقول انه عامل حادثه او شيء بس اثنين يعملوا حادثه؟ لا مو معقول الكلام. طيب معلش امي، خلينا نجرب، خلينا ندور شو بدنا نساوي يعني. قومي قومي قومي. راح البس انا وانا راح لك سليم. لا تقرقر لا تقرقر. تسلمني هالضحكه، احلى قشط شاي لاحلى معلم. اسكت بلا كورك يا بلعي فاضي، اطلع صب شاي اطلع. حاضر. يعني انا في شغله ما عم بفهمها، بدي اعرف شو اللي نصبك علينا معلم. شوف يا سليم، نتيجة لهالسؤال هاد انت محروم من الشاي 3 ايام. ثانيا لانك سألتني هالسؤال هاد انا راح اجاوبك اخي. انا معلم هون لانه الدنيا مثل الكماليكا، يوم الك يوم عليك. بقى انا اليوم معلم، بكرة بجوز انا المعلم كمان. لذلك قوم انضرب اقعد بالزاوية احسن ما ليخك كف جيبك هنيك. مرحبا يا رجال. اهلين اهلين سهلين اهلين. قوم وقف على حيلك انت وياه احتراما للعينتين. قوم قوم لك فصول وتعال عندي. قوم. هذا الحكي إلي يا خال. ايه لك قوم. بيظهر كتير زلدك عم بيحكك، ما لقيت غير المعلم ابو الدراويش هو يجي لعندك. مو بس هيك، رح ياكل قتل لحتى يفرق. معليش ابو الدراويش اللي ما بيعرفك بيجهلك. املو ابو الدراويش قوم. عيملو سليم؟ لك عم تسكت له؟ لك نحن بنهرب من المشاكل، مشاكل بتلحقنا. سكت انت عشان نيجي ولا هلا رح اورجيكم قيمته. انا رايح اقدح وكفين وارجع فورا. طيب يا معلم. دخيلك معلم، اقدح وكفين وارجع، كثير شايف حالك لك على الشخصيه. لك عمي شوف، نحن بنحترم العضلات وبنحب العضلات، بس يظهر انت ما بتعرف شغله، نحن ما بنعترف على حليب النيدو والكريم، نحن ما بنشرب غير حليب اطباع ولا. لك عشت وعشت وعشت، فتشت الضبع ضبع. يلا رد علينا شوف رد علي. وين لسانك اكلته القطار؟ انا اول ما فات خوفني طلع فاشول. فاشول هون هون عمي هون، لا تحكي مع الصعاليك احكي مع رجال. رامبو يا رجل، لا شفري يا جبي. خسرت سامي. يا لطيف. يا وحش طلع. سليم. شو راح؟ راح. راح والله راح طلع. اطلع اخي اطلع لك انا اطلع امان. ليش طاري الفن بده تضحيه؟ اطلع 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 دويش. الحمد لله على سلامتك استاذ سليم. شو هالشكيرات هيا؟ ما بينمزح معهم منوب. اخ عسى الله حولك وحواليك، شفناك تحت وشفناك فوق. خود شراب شاي.
شي حلو، انا شايف فاتحين مسرح بنسجم. مين اللي كان عم يغني؟ اذا ما حدا بده يعترف بده يتعاقبوا كلياتكم. مين كان عم يغني؟ فيني كل ما كنا عم نغني. لك شوفي، مشان ايش هالصياحات؟ ليش هيك؟ شو هالضجيج هاد؟ انت اندفس وخليك نايم. بس هيك ما بيصير يا سيدي، لا بيهدوا لا ليل ولا نهار، رح يصير معنا انهيار عصبي. سليم وزكي عقوبة ساعتين بالمفردة، وإذا بتتكرر بتباتوا ليلة كاملة. يحيى العدل يا سيدي، تصبحوا على خير. اخرس انت. انا اخرس سيدي؟ يلا قوموا معي. مو حرام تفسد علينا يا فساد انت؟ مو انت اللي كنت عم تغني هي شي بسيليني وما سيليني انت الملا؟ سيدي الله يخليك، معلش سامحنا هالمرة ما عاد نعيدك. معليش زكي، الفن بده تضحية. لك شو التضحية؟ ما تضحية، ما لك تضحي غير بالمنفردة انت التاني. يلا امشي قدامي حاج طلحكي، يلا ماشي ماشي، بس تنحط العود.